النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع بإذن الله. نهار اليوم ساد الأجواء باردة نسبيا، انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة في أغلب مناطق المملكة، أيضا هبت رياح شرقية لكن هذه المرة لم تكن رياح شرقية جافة وإنما رياح شرقية رطبة، كون أن مصدرها قادم من مناطق شهدت تساقط للأمطار خاصة فوق شمال السعودية وأجزاء من العراق وأجزاء من شرق المملكة خلال الأيام الماضية. هذه الرياح التي عملت على تشكل الغيوم المنخفضة والأجواء الرطبة خلال ساعات نهار اليوم. خلال الساعات القادمة يتوقع أن تتطور تدريجيا حالة من عدم الاستقرار الجوي يومي الجمعة والسبت، سنستعرض تفاصيلها خلال هذه النشرة، لكن قبل ذلك لا بأس أن نستعرض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة، وهي حالة من عدم الاستقرار الجوي تتطور تدريجيا خلال الأيام أو خلال عطلة نهاية الأسبوع. أمطار رعدية سترافق حالة عدم الاستقرار الجوي، وأيضا فرصة تشكل الضباب مستمرة خلال الليالي القادمة بإذن الله. صور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكمية من الغيوم المنخفضة التي شاهدناها خلال ساعات الصباح، هي ناتجة عن هبوب لرياح شرقية قادمة من شمال السعودية والمناطق الشرقية من المملكة. هي مناطق شهدت خلال الأيام الماضية هطولا للأمطار، وبالتالي أصبحت هنا مناطق رطبة عملت على تكاثر هذه الغيوم المنخفضة، تحركت غربا باتجاه أجزاء شمال ووسط المملكة. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة وخلال يومي الجمعة والسبت، حيث يوم الخميس تستقر الأجواء بشكل عام، لا توجد أي فرصة لهطول زخات الأمطار، لكن اعتبارا من مساء يوم أو ليل الجمعة على السبت يتوقع أن تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي بتطور هنا فوق أجزاء من شرق وشمال المملكة، لكن تتراجع حدتها قليلا خلال ساعات نهار يوم الجمعة، لكن تعود وتشتد من جديد خلال ساعات مساء يوم الجمعة على السبت، خلال ليل الجمعة على السبت، وأيضا خلال ساعات نهار يوم السبت، لتشمل مناطق واسعة من شرق وشمال ووسط المملكة. تعطل زخات رعدية من الأمطار، تكون غزيرة أحيانا في بعض الفترات، تعمل على جريان الأودية وارتفاع منسوب المياه في الشوارع. كما تلاحظون هي شاملة المنطقة الشمالية، المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء أيضا من البادية الجنوبية والمناطق الجنوبية، لكن سرعان ما ستتراجع حدة هذه الأجواء غير مستقرة خلال ساعات مساء يوم السبت على الأحد. ننتقل الآن وإياكم لهذه الخريطة لتوزيع الضباب المتوقع خلال الساعات القادمة. هذه الخريطة تمثل للضباب الذي تشكل خلال ساعات صباح اليوم الخميس، حيث شهدت مناطق واسعة من المملكة انتشار لكميات من الضباب والغيوم المنخفضة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الصباح. سرعان ما تلاشى هذا الضباب وتلاشت هذه الغيوم وتراجع شدتها أو كثافتها، لكن يتوقع أن تعود من جديد خلال ساعات ليل الجمعة على السبت بسبب عودة ارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي يعود ويتشكل الضباب فوق المنطقة البادية الجنوبية، البادية الشرقية ومناطق واسعة من السهول، ولكن سرعان ما سيعود ويتلاشى خلال ساعات نهار يوم الجمعة. نذهب الآن وإياكم إلى العاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي كما ذكرنا بالنشوء في العديد من مناطق المملكة، وبالتالي تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار تكون خفيفة الشدة ومتفرقة وعشوائية الطابع. هذه الليلة تسجل العاصمة عمان حوالي 10 درجات مئوية مع طقس غالبا غائم مع فرصة لزخات أمطار رعدية، الملموسة 9 درجات الرطوبة مرتفعة حوالي 86%، أما الرياح تكون شرقية معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة رياح نشطة شرقية رطبة 17 درجة مئوية، الصور 11، أما يوم السبت حالة من عدم الاستقرار الجوي زخات رعدية من الأمطار 14 درجة مئوية، أما الصغرى 8 درجات، ويوم الأحد يعود الطقس لاستقرار 15 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 8 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.